صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 28 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم 39 لسنة 2020 بتنظيم هيئة الكهرباء والماء جاء فيه تحل عبارة رئيس الهيئة محل عبارة الرئيس التنفيذي بدل بدرجة وكيل وزارة الواردة في مقدمة المادة الأولى من المرسوم رقم 39 لسنة 2020 بتنظيم هيئة الكهرباء والماء وعبارة نائب رئيس الهيئة محل عبارة نائب الرئيس التنفيذي أينما وردت في هذا المرسوم.